اخوان السلام عليكم. فيديو جديد مع مورايد. شحال هذه ما حطيتش فيديو، حتى شكم عارفين انا من داك النوع اللي تيفضل انه ما نحطش على انني نجي نحط شي حاجه اللي ما يستفد منها حتى شي واحد. اليوم جبت لكم فيديو فيه الافاده بزاف، قلت اجي نبارطاجي معكم، نهضر فيه على الخبره وشنو هما المواطر اللي يمكن يدوزوا في الخبره، شنو هما المواطر اللي يقدر يمشيو لك في الخبره، بزاف ديال التفاصيل نحاولوا نقربوكم فيها في هذا الفيديو هذا. بقاو معنا من بعد الانترو. مرحبا بكم مره اخرى. كما قلنا غادي نهضروا بتفاصيل اكثر على الخبره، الناس اللي ما عندهمش فكره ولا الناس اللي ما عارفينش تيسحبوا من الخبره، راه غير الموتور اللي يعني ما مريقلش هو اللي تيدوز فيه ولا شي حاجه. في الفيديو نهضروا بالتفصيل كما قلنا. اولا شنو هما المواطر اللي يمكن يدوزوا في الخبره؟ خويا الموتور كما بغى يكون بغى يدوزوا، بغى يدوزوا السلطات في الخبره، سواء جندارم ولا امن وطني ولا اللي كان، راه يمكن يدوزو. يعني ماشي تقول لي حكا انا عندي موتور دوبل في ماروك ولا انا عندي الوراق باش شاريه ولا شي حاجه، لكن ما بغى يكون موتورك بغى يدوزو في الخبره راه غيدوز. غير هو هاد الخبره هادي فين غيدوز هي فين كاين المشكل، هي فين غنات ام كلثوم. اما راه الموتور كاملين ترقيم سابق، كان فيه الصون، كان فيه دوبل في ماروك، كيما بغى يكون يمكن يدوز في الخبره. ايه هو المشكل فين كاين؟ كاين هو في ديك الخبره اللي كيمشي لها، كاين بلايص اللي تيجلس فيها شهر شهر ونص، تيمشي الموتور ديالك صافي تيتنسى تما. راه ماشي مشكل هو انا الخبره كتستغرق هاد الشهر ولا شهر ونص، لا موتوري انا راه داز في الخبره ولكن عند الجندارم، حيتاش كنت درت واحد لا فيديو نخلي لكم هنايا، عاودت شنو وقع بلي ديتاي. يعني جابوا الخبير جا عندهم من سميتو من البريغاد الكبيره ولا منين تيجي، جا عندهم حتى البلاصه فين انا مشدود في البريغاد فين انا كاين، ودوز الموتور ديالي من نص نهار، ماشي حتى نص نهار، ساعات المكانه تيجلس. اولا اخوتي بعدا خصنا نعرفوا بعدا شنو هي هذه الخبره هذه، راه شحال واحد ما عرفش شنو هي الخبره، تيسمع الخبره صافي، تيشوف الموتور تيتشد البنادم شهر شهر ونص، تيقول ما نعرف هذا الشهر ونص كامله هو مازال تيدوز هذا الموتور بخبره. لا هذيك راه غير حيت كيكون عندهم بزاف ديال الدواصه ديال الماطر، ولا ما تيكونش الخبير هذا اللي غيدوز اللي يقلب هذا الموتور هذا، داكشي باش كيتعطل هذه المده كامله. اولا النوامر تيتقلبوا، من بعد ما تيتاكد لك من النوامر باللي راه ما مدقوق ما والو، راه تيخليك موتورك هكاك سير عاود صبغو انت هذيك البلاصه ديال النوامر اللي يحيدك الصباغه، سير عاود صبغها انت ولا جلس. من بعد اخوتي ما تيقلبوا النويمات، تيدوزوا المرحله الثانيه اللي هي كيطبيو الموتور. مثلا لك كان هذا الموتور ديالك مديول من على برا، يعني عندك الترقيم السابق ولا ملي بغا يكون كيطبيوه على برا في السيت ديال الانتربول باش يعرفوا واش مديكلاري مسروق ولا لا. وهنا في كاين واحد النقطه اللي نقطه سوداء شويه، نقطه اللي تقدر تصيد، واخا يكون الموتور كنت شاريه مريقل غادي تصيد في هذه النقطه هذه بالضبط ديال السيت الانتربول واش مسروق. يقدر شي واحد يجيب موتور يديونه ويبيعه لك نتايا ويرجع لبرا، حتى يبيعه لك ويسالي ويرجع لبرا ويديكلاري بلي هذا الموتور ديالك موتور مسروق. باش اخوان باش غنزيدو نتقربوا اكثر، وغادي نجيب لكم واحد الدري صاحبي اللي شحال هذه قال لي اكش بغيت ندير شي فيديو شي نهار، انا نشارك هذا الشيء ديالي مع الناس. وقت ترزيت جوج مواطر تشدوا له في الخبره، موتور مشالو موتور واقيلا على ما اعتقد رجع له، نخليوه هو يهضر لينا باللسان ديالو وباش تعرفوا الخبره راه ماشي صافي موتور من يقل راه ما غاديش يمشي لك. هذاك الشيء علاش قررت انني نديرو معايا في الفيديو من بعد الفاصل. خويا عثمان كي داير اخويا؟ مرحبا، نهار كبير هذا، عاد كتاب نديرو هذا الفيديو هذا. الله يحفظك، مرحبا بك اخويا. جينا باش نشاركوا مع الدراري ونقولوا لهم بلي ماشي اي موتور صافي دوبل في ماروك ولا ترقيم سابق ولا يبقى يقول لك اللي غيبيعوك راه مريقل 100% صافي راه ما يدوزش في الخبره. موتور كيما بغا يكون غادي يدوز في الخبره، يدوز في الخبره ما كاينش. واخا يكون دوبل في ماروك، لا واخا يكون دوبل في ماروك بحكم التجربه ديالي دوزت دوبل في ماروك ودوزت ترقيم سابق وبجوجهم تشدوا في الخبره. يعني ما غاديش تقول مثلا موتور دوبل في ماروك ما غاديش يدخل في الخبره، غادي تلقى فيه مشكل يعني من ناحيه ديال النوامر ولا من ناحيه ديال بزاف ديال الحوايج. هو شدان غيتشد كما بغى يكون، هو واش اللي غيمشي لك حتى دوبل في ماروك يقدر يمشي لك؟ يقدر يمشي لك حتى هو، نعم كما بغى يكون الموتور يقدر يمشي لك، بغى يكون الموتور يقدر يمشي. حيت الناس راه عندهم هذه الفكره هذه غلطه، تيقول لك دوبل في ماروك كنقلب انا باغي نشري موتور دوبل في ماروك على قبل الخبره. هي لا،
فكره غلطه. علاش؟ حيت شي يقدر مثلا دوك النوامر اللي يكونوا فيه يعني يقدروا يكونوا مدقوقين في موتور اخر. يعني هي مثلا كارت غريز مانيتيك ديال داك الموتور يعني دوبل في ماروك، ولكن يقدروا يكونوا النوامر ديالهم مدقوقين في موتور اخر. حتى هو كدار له الخبره باش كيتاكدوا من فوالا. هادشي اللي كنت كنقول للدراري دابا. دابا عاودنا على التجربه ديالك نتايا. اولا شحال من موتور اللي كانت تشد لك؟ بالنسبه للمطر اللي كانوا تشدوا لي، تشد لي جوج مطر. تشدات لي الاس هاش، تشد لي الهورنيت، هوندا هورنيت التاليه هي النيت اللي مشات لي دابا في الخبره. شكون اللي دازك الاول في الخبره؟ الاس هاش. الاس هاش شنو كان فيها في الماتريكول هي؟ كان فيها ب 40 ب 40 اوكي ب 40 لا زعما في الترقيم سابق كان فيها الصون. كان فيها الصون ولكن رجعت ولا ما رجعتش؟ لا رجعت. هو الصون هي اللي كيقولك الناس راه تقدر تمشي لهم، تيخافوا من الصون. دابا كاين الناس بزاف دايرين فكره غلطه على الصون. كاين الصون فيها المريك. لا انا بحكم التجربه ديالي دوزت الصون يعني دخلت الخبره، ولكن هي ولات خرجات الحمد لله. كاين مثلا كتلقى الصون فيها 15 15، انا هذه هي اللي دازت عندي. هذا تيخافوا منها الناس بزاف. لا انا دازت عندي. كيقول لك حقا لك نفس الموديل نفس هذه، راه غير مطلع على دوسي وكذا راه ما. التشكيل اللي كيخرجوا من الديوانه وكتريق لهم نيطرب وليك الوراق ديالهم. فوالا. كيجوا ريقل. خلاص دوك اللي كيدوزوا من هنا. تيتحسبوا ولا فهمتك ولكن بنادم عادي ما يمكنش يعرفهم، هما فاش يدوزوا في الخبره تيعرفوا اش من الموتور هذاك. القضيه ديال الانتربول هي اللي تحس فيها انا. بلاتي هذا الموتور الثاني. لا الاول هذا الاول ولكن ما كانش ديكلاري في الانتربول. ما كانش ديكلاري الاول، خرج لك عادي. شحال الوقت دوز لك الموتور الاول وعاد باش خرج؟ دوز لي شهرين. شهرين هو في الخبره؟ شهرين. علاش زعما تيتعطلوا في هذه الخبره هذه؟ ومع العلم انا راه دوزوا لي موتوري في الخبره عند الجندارم بساعد المكانه، جا الخبير قلبوه ومجا. بالنسبه لهذه القضيه هذه الجندارم كي عندهم واحد المسطره كي ما عندهم لا اكتضاد لا والو. هادشي على ما اظن. ولكن البوليس كيكونوا بزاف ديال لي دوسي بزاف. يعني المشكل اللي كاين هو ان الدوسي ديالك شوف فوقاش غادي يوصلوا. يقدر الدوسي ديالك يتحسب حتى مع الضرب والجرح ويتحسب مع شحال من حاجه والله اعلم. ماشي زعما راه غيحطوه لك بلاد معايا كيتسنى فوقاش يشد ذاك الدوسي. لا حيت الشا دوك لي زيطار كيدوز منهم، اللي كيدوز منهم الموتور نيت في الخبره بزاف ديال لي زيطار بزاف. الموتور نيت في الانتربول واش ديكلاري، وكيجي الخبير نيت كيقلب الموتور كيفيريفي انا هاد لي زيطار هادو كاملين دس منهم وشتهم بعيني. شتهم بعينك؟ كنت حاضر. كنت حاضر على الخبره نيت فاش دا. حتى النوامر تيديروا لك الديكابا طيروا لك الصباغه ياك؟ طيروا الصباغه حلوا الكاريناج نيت كامل. شاش بقى؟ وكانوا جابوا نيت سيكليس للكوميساريه حلوا الكاريناج ديالو. ما كانوش خلاوني نحضر عليه، ما بغاوش نحضر عليه. باش ماشي. هضرت مع واحد السيد تما هو اللي قال لي يعني قدرت تشوف موتورك هذا يقدر تقدر ماشي مشكل. مزيان. المهم هذا الشيء الاس اش في الاخر خرجات يعني ما كاين حتى شي مشكل. الناس اللي كيقول لك اس اش لا راه الصوره تقدر تكون مزيانه. فيها وفيها ولكن المشكل سكت. هو انك انت ما تقدرش. فوالا انت ما غاتعرفش اش من الصو هذيك واش فريق لها ولا ما فريقلهاش. فوالا ندوز. هذا كينطبق حتى على الموتر الكبار يعني كاتر سيلان بزاف ديال الطي ماكس بزاف ديال الحوايج. دابا ندوزوا للموتور الثاني هو اللي عندك تجربه معاه هو المشكل الكبير. هذا هو اصلا بسببه تعرفت عليك. وقفوا عليك قلتي مهم. داو الموتور وقفوا عليا كانوا قالوا لي عطوني الوريقات. كان ديك الساعه مازال ما خرجت لي كارت غريز يعني الموتور يلاه مازال عاد جديد. ما ضربش عندي حتى شهرين ديك الساعه. المهم وقفوا عليا قالوا لي عطوني الوريقات. عطيتهم الوريقات كارت غريز لاسيرونس البيرمي. قال لك هذا الموتور هذا غادي تمشي معنا للكوميساريه نتحقوا منه. عادي واش كاين شي مشكل؟ ها هو الموتور يعني ها النوامر فيريفي هما اصلا كانوا يعني دايرين فيهم يعني. فوالا هذه هذيك كنت عارفها انا. المهم مشيت معاهم للكوميساريه قال لك هذا الموتور هذا غادي ندوزوه في الخبره. قلت ما عليكش يعني كيما صبرت في ذاك الموتور الاول صبرت في هذا ما كاينش مشكل. المهم كان دازت واقيلا شي 3 ايام هما يتصلوا بيا داروا لي خلاص محضر ديال الخبره بان هذا الموتور هذا غادي ندوزوه في الخبره. سنيت على المحضر قريت المحضر. شحال باش اتصلوا بك بعد ما يهزاه؟ 3 ايام. 3 ايام؟ اتصلوا بيا كنمشي عندهم للولايه النيت. كيقولوا لي السي عثمان الموتور ما غاديش يديه يعني كيقولوا لي بهذه الطريقه هذه. علاش واش كاين شي مشكل؟ يعني انا عندي الوراق ديالي هذه هي الناحيه حنا اللي كان من هذا الجانب هذا كان كان كناخذوا فكره غلطه بانك عندك كارت غريز عندك لاسيرونس عندك البيرمي موتورك ما غاديش يمشي لك. فكره غلطه. اسمح لي قطعتك قلتي 3 ايام يعني راه 3 ايام راه داز الموتور في الخبره. لا كان ديك الساعه مازال ما داز اتصلوا بالانتربول. صافي انا صاحبي 3 ايام صافي راه دوزوه في الخبره وعيطوا لك. لا كان داز 3 ايام. المهم كان جاهم ميساج من الانتربول قالوا لي بلي ان هذا الموتور هذا راه ديكلاري في الانتربول في 2011. قلت لهم واخا شنو لي زيتاب اللي نقدر نتبع انا باش نخدمو. قالك الموتورك ما غاديش ديه. المهم فاش كنت دخلت معاهم في ديك لي ديتاي قلت لهم ما توريني الورقه ديال الانتربول غادي نقراها وغادي نشوفها.
قال لك هاد المسائل هادو كيبقاو يعني اداريه ما غاديش نقدروا نوريوك. المهم بقيت كنهضر معاهم وراوني الورقه. فاذا بيا كنتفاجئ بان الموتور ديوانه 2011 23 وبانه ديكلارا في الانتربول في شهر 10 في 23 في شهر 10 2011. يعني الموتور كيفاش الموتور الديوانه في المغرب المغرب عاد هو ديكلارا في الانتربول. يعني هذا هو المشكل. يعني داز في الديوانه مع مع العلم انه راه مديكلاري في الانتربول. ديكلاري في الانتربول علاش؟ لا ماشي هذا ماشي هذه هي القضيه النيت اللي بغيت نقول. ان الموتور يعني دخل المغرب راه كيسيركلي في المغرب وعاد ديكلارا في الانتربول. يعني انا كان عندي الموتور. شكون اللي ديكلا شكون اللي دخل شكون اللي سبق؟ واش دخل المغرب هو اللي ولا ديكلارا ولا ديكلارا عاد دخل المغرب؟ لا دخل المغرب عاد ديكلارا. دخل المغرب عاد ديكلارا. هذه هي القضيه اللي قلت لكم قبيلات. كون قلت لهم قبيله راه يقدر يبيع لك شي واحد المونطور ويمشي لبرا ديكلاري بلا تسرق. اي تعوض هو في لاسورون شي 70% ولا شحال وانت غتبقى في المشكل هنايا موطور يحصل لك. وقضيه اخرى يعني بغيت ندير شكايه للوكيل المالي نقول له بانني شاري موطور قانوني. ويعني علاش غادي تدوا لي مثلا موطوري وانا ما علي علم ان موطوري خاسر فيه دمجو فيه راك عارف يعني عارف باش تاخذ موطور هذاك اللي قبل منه طول الدبار مجربين يعني قاصحه شويه. كنشوف ديك الورقه ديال الخبره كيبان لي بانهم مدورين على ديك البلاصه ديال الصدور. ومع ذلك دخلت قلبت في جوجل ودرت المطر كيبان لي الصدور ديال هورنيت هكاك داير الموديل ديالها الصدور هكا داير قدرت تخلي لهم شي تصويره. انا نخليكم التصاور على متى يهضر لكم الصدور على متى يدوي هو انا. مهم قال لك بان هذا الموتور هذا مسودي. قلت لهم انا الموتور يعني الصدور فيه ديالو ديال لا ميزون يعني ما غاديش تقدر تقول لي انت الموتور راه مسودي هو فيه الصدور ديالو. مهم قال لك هادشي هذا الخدمه ديال الخبير حنا ما كندخلوش فيها. وما وجبت لهم التليفون درت لهم نيت الموديل ديال الموتور يعني الصدور ديالو ديال لا ميزون. قال لك حنا ما عندنا ما غادي نديرو لك. قلت لهم اوكي شنو غادي ديروا معايا دابا؟ قال لك غادي نمشيو عندك السيد نيت اللي باع لك غادي نجيبوه وغادي يعني بحال اللي يديروا معهم حضر هو حضر نيت هو وغادي يرد لك فلوسك وعلي خلاص هذه وعود كذبه. من 2013 وانا كنسوق الموتور يعني بديت موتور صغير وطالب ديالي انني ندير موتور كبير. فاش وصلت له يعني ويجي ويحقروك بحال هكاك ويديوه لك يدوفوا ماشي غير مره واحده قاصحه شويه يكون كرهوك دابا في الموتور. صراحه دابا تتقول غندير موتور عاوتاني غيديوه لي واخا نشريه. تتقول واخا نشري غيديوه لي. صراحه ما كنفكرش انني ندير موتور هنا في المغرب. صافي يعني مشات من عندي ديك الشيء. فهمت فهمت. راسي غادي نطيح في نفس المشاكل. الله يهدي ما خلق. ما غاديش تقدر دير موتور ونتبقى ديما انت هارب، يعني غتجي واحد النهار. فعلا. تمريقل وتقهرب انا ما يمكنش. عندك لاسيرونس ديالك، كارت غريز مانيتيك في سميتك، البيرمي، بزاف د الحوايج. اخوان انتم كما شفتوا خويا عثمان اللي داز من جوج مطار داز له في الخبره. يعني هذا الشيء راه كافي تيبين لكم شنو هي الخبره وشنو هما المطار اللي غيدوزوا. يعني حاولنا ما امكن نهضروا في هذا الفيديو هذا على الخبره ونقربوها لكم الناس اللي ما عندهم حتى شي فكره. وكان هذا هو الفيديو ديال هذا النهار. وخليونا لي لايك ديالكم ولي كومونتير ولا عندي شي سؤال ولا شي حاجه يخليونا. راه كندوزوا عندي الانستغرام راه تنجاوب الميساجات كاملين. وهذا ما كان خويا عثمان شكرا بزاف واسمح لينا. يلا خوتي تهلاو.